أعزائي المتابعين حيثما كنتم، أهلاً وسهلاً بكم من جديد. حملنا على عاتقنا منذ نشأة هذه القناة بأن تكون رسالتها أن تعم الفائدة للجميع من المتابعين بشعار الطب للجميع. كسرنا الحدود لتصل رسالتنا لكل بيت بشكل مبسط ومريح، بمنهجية وضعناها وميثاق يعتمد على أولاً دقة المعلومة والاختصاص، ثانياً تبسيط المعلومة وتسهيل انتشارها. لكن اليوم هناك أمر مهم، لقد كبرت هذه القناة بكم ومن خلال ثقتكم بنا وعليه، ووقوفاً عند طلباتكم يسعدنا إشعاركم بأنه قررت إدارة القناة بأننا سوف نقوم باستضافة عدد من الأطباء المختصين في أكثر من مجال وللإجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم. وكما عهدتمونا فنحن قدمنا عشرات الإجابات والاستفسارات المجانية من جميع أنحاء العالم. كما ستستضيف القناة وفق المنهجية الجديدة وجوهاً طبية متخصصة تحمل المؤهل المطلوب في مجال الاستشارة والمحتوى، وسيتم التمحيص والتدقيق في مصداقية الشهادة قبل ظهور الطبيب على هذه القناة. اعذرونا فإن انتشار ظاهرة غريبة وخطيرة للغاية تؤدي إلى كارثة صحية خاطئة في المجتمع، هي قيام بعض الأشخاص ممن لا يحملون الشهادات العلمية المختصة في مجال الطب بالأعشاب والعلاج البديل والتخصصات الأخرى، ويقومون بإعطاء وصفات طبية تخص المرضى بدون علم أو تخصص له خطورة على حياة المرضى، لأن تلك الوصفات أو الاستشارات ممكن أن تضر الإنسان، خصوصاً أن تلك الوصفة تخرج عن غير متخصص، وهو ما يحفزنا ويحتم علينا أن نضع صحة المتابعين أمانة في أعناقنا والتدقيق في المعلومة والأطباء قبل ظهورهم على القناة. سيتم الحديث عن أحدث الطرق لعلاج تضخم التهاب البروستاتا ومشاكل العظام والمفاصل والرجيم والشعر والجماليات وغيرها من المواضيع التي كنتم تطلبونها، وسيكون هناك طبيب مختص لكل مجال من تلك المجالات. وأخيراً نعلمكم بأن هدفنا هو معلومة طبية يقدمها لكم طبيب مختص ومؤهل علمياً لتصل إلى من يحتاجها بكل سهولة، حيث نحصل على جسد سليم خال من جميع الأمراض بأحدث الطرق العلمية. مع تحيات إدارة القناة، إلى اللقاء.